أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن دورة تعليم برنامج PowerPoint. أكملنا الشريحة الثانية في المحاضرة السابقة وسنكمل بقية الشرائح في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة. طبعا من الصفحة الرئيسية من شريحة جديدة نضغط على فارغ أو بلانك ونصنع شريحة فارغة. في هذه الشريحة سنضع طرق الوقاية من فيروس كورونا. طبعا نرسم دائرة، هذه الدائرة بهذا الشكل وستكون باللون الأصفر ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. طيب فقط ملاحظة، يفضل أن نلتزم بالهوية، يعني هوية الألوان. إذا تلاحظون بالشريحة الأولى هذا اللون، وبالشريحة الأولى أيضا نفس اللون، وبالشريحة الثالثة، وطبعا لابد أن يستمر اللون بنفس الترتيب مع بقية الشرائح حتى تكون هوية لونية للعرض. راح تكون هذه الدائرة في هذه المنطقة، وطبعا دائرة في هذه المنطقة أيضا، وطبعا دائرة في هذه المنطقة. إذا لاحظ أن المساحات مختلفة، يعني هذه المساحة ممكن قريبة ممكن بعيدة، حتى نوحد المساحات نحدد جميع الدوائر، وطبعا نذهب إلى تنسيق، ومن ثم بهذا المكان اللي هو محاذاة نختار توزيع أفقي. البرنامج راح يوزع لنا الدوائر بشكل متكافئ. طيب الآن راح نضيف دائرة بهذه المنطقة ودائرة في هذه المنطقة أيضا. ممتاز. الآن راح نحدد هذه الدوائر الثلاثة، ومن محاذاة راح نختار توزيع أفقي ونحدد هذه الدوائر الثلاثة، ومن محاذاة نختار توزيع أفقي أيضا. الآن الدوائر جميعها بنفس المسافات تماما. الآن راح نصنع قوس من خلال إدراج أشكال، وطبعا راح نصنع قوس من خلال هذا القوس. طبعا نجي نرسم القوس بهذا الشكل ونضغط على النقطة الصفراء وستكون بهذا الشكل. ممتاز. نخلي القوس بنفس الدائرة، وطبعا نكبر القياس قليلا بهذا الشكل. الآن راح نغير شكل الخط من شرط إلى منقط، وراح نغير اللون إلى أسود، وطبعا ممكن أن الوزن يكون أسمك، ممكن بهذا الشكل. ممكن طبعا نكبر القوس قليلا بهذا الشكل. ممتاز جدا. من هذا الجزء ندور القوس بهذه الزاوية، وطبعا ينزل إلى الأسفل. ممتاز. نصنع خط بهذا الشكل، طبعا الخط يكون من هذا القوس، من نهاية القوس مثلا إلى هذه المنطقة. وأيضا يعني ممكن أنه نحدد هذا القوس ومن الصفحة الرئيسية نسخ التنسيق ونضغط على الخط حتى يكون بنفس التنسيق. ممتاز. نحدد القوس، وطبعا نستنسخ القوس بهذه المنطقة، وطبعا ندور القوس بهذا الشكل، راح يكون بهذا الترتيب. ممتاز. نقدم الدائرة بهذه المنطقة، نستنسخ الخط مثل ما تعلمنا بالكنترول، وطبعا نزيد من الارتفاع، طبعا ممكن انه نكبر. ممتاز جدا. الان راح نستنسخ هذا القوس ونضعه بهذا المكان، وطبعا نطول الخط، ممكن انه اصبح كبير، طبعا ممكن انه نكبر يكون بهذا الشكل. ممتاز جدا. نخلي الدائرة بهذه المنطقة، طبعا وهكذا بنفس الطريقة نكمل بقية الدوائر.
الآن حتى نستغل الوقت راح نصنع كوبي، نحذف الدائرتين ونحدد جميع هذه المناطق، وبالكنترول نستنسخ الشكل بهذه الطريقة. ممتاز، نحذف الدائرة لأن أصبحت عندنا دائرتين، نحذف هذه الدائرة. ممتاز، وأيضا عندنا قوسين، نحذف أحد الأقواس. جميل جدا. الآن راح نخلي الدوائر بهذا الترتيب. الآن راح نضع أرقام بهذه الدوائر. صفر واحد. طبعا أنا دائما أحب أضيف صفر إلى الرقم، أنتوا أحرار بإمكانكم تكتبون واحد بشكل مباشر. نستنسخ هذا الرقم يكون هنا 02 03 وطبعا 04 05. طبعا ممكن انه هذه الاشكال كلها نحددها بهذه الطريقة، وطبعا نسحبها الى الاسفل بهذه الطريقة، وطبعا نضيف مربع نص بهذا الشكل، ونكتب طرق الوقاية من فيروس كورونا. طبعا ممكن انه من الصفحة الرئيسية بولد ونكبر الحجم، وطبعا نختار الفونت، وطبعا ممكن طرق الوقاية تكون باللون الاخضر، وممكن فيروس كورونا تكون بهذا اللون. وطبعا يعني دائما انا احب اضيف الخطوط، هذه الخطوط تنطي إيحاء للعين وأريحية في توزيع النظر. الخيار لكم، أنا أحب أستخدم هذه الخطوط. ممتاز. الآن راح نضيف مربع نص من إدراج مربع نص. راح نكتب أولا الجلوس بالبيت. طبعا ممكن انه بولد، وممكن انه نغير الفون. طبعا ايضا بامكانكم انتم تختارون، انا بالنسبة لي احب انه يكون فونت معين، يعني ما يكون الخط ديفولت، مثلا بهذا الشكل. وتوسيط الجلوس في البيت ممكن طبعا تكون باللون الاخضر، لا بأس. ثانيا ارتداء الكمامات الطبية. ثلاثة استخدام المناديل أثناء العطاس. طبعا ممكن انه شيفت ونحدد بقية النصوص ونصغر، يعني ممكن بهذا المقدار يكفي. ممكن بهذه الطريقة. عدم المصافحة والتقبيل. تناول الخضروات. ممكن الخضروات والفواكه. جميل. ممكن عندنا هذا الفونت يكون باللون الأخضر، يكون أجمل. ممكن طبعا نحدد كل هذه الأشكال، وطبعا كليك أيمن تجميع نجمعها، وطبعا ممكن أنه نعطيها حجم بهذه الطريقة.
بهذا الشكل. طبعا اصبحت عندنا الصفحة الرئيسية والاعراض، وهنا طرق الوقاية. نكمل بقية الشرائح في المحاضرات القادمة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.